هي إيه حكاية عم محمد المش معفن؟ عم محمد مواطن مصري بسيط عنده فوق 70 سنة، ومن 40 سنة تقريباً بيمشي على جر رجليه في شوارع مصر يبيع سندوتشات جبنة قديمة بالطحينة والطماطم والخيار. وفجأة وبدون سابق إنذار أصبح ترند فيسبوك، كل المواقع الإخبارية بتتكلم عنه وبتعمل لايفات عنده، وأرقام فيديوهاته تعدي الملايين في المشاهدات وتعدي آلاف الدولارات من الأرباح. عم محمد الناس كلها صدرت اسم سيء ليه، وهو عم محمد المعفن، رغم ان عيلته مش من معفن، ولا تخيلت ان العيلة اسمها المعفن في البداية باعتبار ان في عائلات كتيرة جدا في مصر اسمائها غريبة. لاني فوجئت في النهاية ان المعفن ده لقب بيطلقوا عليه زباينه، وفجأة اصبحت الجرايد لزق فيه الاسم ده، ورغم انه قال انه ما بيزعلش من الاسم، بس ردوا على الناس اللي بتقول عليه المعفن بتؤكد انه بيزعل جدا وبيتوجع لما بيقولهم بالسم الهاري. يعني واحد انت بتشتمه، لو هو فاكر ان الشتيمه مش شتيمه اكيد مش هيردها لك بشتيمه. كل الناس اتكلمت على سندوتشاته وضحكت وهزرت ونسيت قصته الحزينه. عم محمد رغم انه راجل سبعيني الا انه لسه بيطبخ ويغسل ويكنس لنفسه، محدش بيناوله كوبايه ميه وهو نايم بالليل. اتجوز وخلف، بس مراته توفت من سنين وبنته سابته وقعدت مع حماته عشان تعيش معاه. عم محمد رغم سنه الكبير إلا إنه كل يوم مضطر ينزل الصبح بعربيته عشان يبيع الجبنة القديمة ويقدر يجيب أكل وشرب ويدفع إيجار، ومع ذلك الناس اللي كسبت آلاف الدولارات من وراه من فيديوهاته محدش فكر يديله ولا 500 جنيه ولا حتى يجيب له وجبة غدا يتغدى بيها، رغم إنه شقيان وماشي على رجله وعمره ما كسر بخاطر حد، وكل الصحفيين اللي راحوله عمل معاهم الواجب والزيادة. عم محمد مش معفن، ومتبقاش معفن وتقوله اللقب ده.